نبدأ معاكم يا جماعة بزواج الطفولة. بص بقى، يعني اللي هو مش زواج الطفولة، لا، يعني اللي هو الحب منذ الطفولة لحد ما بنكبر ونتجوز. القصة طبعا انتشرت اليومين اللي فاتوا، يعني طبعا الخاصة بالفنانة دينا داش، ويمكن هي أخت الفنان أحمد داش، وطبعا هي كان فرحها كان هو بقى يعني كل السوشيال ميديا بتتكلم عليه، وعن الشياكة والأناقة وعن الأجواء بتاعتها. بس كل الناس طبعا يعني على قد المدح الجميل اللي كان موجود ليها وللفرح وللمناسبة الجميلة، طبعا ليلة العمر اللي أي بنت بتستناها وبرضو أي راجل بيستناها يعني، لكن بقى الناس كلها فكرت إن هي القصة بدأ من زمان قوي، بدأ من الطفولة، يعني من المدرسة كبروا مع بعض شوية، الكلية والجامعة بقى كل واحد فيهم يعني برضو مع التاني، وبعد كده في الآخر خالص اتجوزوا. أكيد طبعا مشوار طويل جدا، وكل واحد ممكن يقول لك يا المشوار ده كله ممكن فعلا لسه مازال الحب جواهم شغال والدنيا يعني ما هديتش شوية. ده بقى ايه موضوعنا دلوقتي معاكم، مين بقى اللي بدأ حياته من هو صغير كده مع شريك حياته لحد دلوقتي؟ يمكن فعلا يعني الفترة اللي فاتت كان حديث السوشيال ميديا هو دينا داش وجوازها من محمود أبو الغيط، اللي كانوا زمايل أو صحاب مع بعض في المدرسة، وكمان انتشرت صورة ليهم من وهم في المدرسة سوا، ولحد لما كبروا قصة حبهم كده إيه توجد بالزواج زي ما بنقول. الفكرة كلها بقى أنه ابتدت ناس كتير، احنا كنا فاكرين أنه دول من الحالات النادرة، ولكن لقينا أزواج كتير قوي ابتدوا أن هم ينشروا ويعلنوا عن قصة حبهم اللي نشأت من الطفولة وكملوا مع بعض. يمكن ناس كتير برضو بتقعد تفكر كده زي ما كان فاروق بيقول، اللي هو دول أكيد بقالهم سنين مع بعض، أكيد عدوا بمشاكل كتير، أكيد عدوا بفترات اللي هي الهدوء أو المشاعر فيها بتهدى شوية، ما بتبقاش زي الأول، طب إزاي بيقدروا إن هم يكملوا مع بعض؟ وفي ناس بتتفاجئ إنه بعد سن معين إنه ده مش الحب الحقيقي، مش ده السن، لا مش ده الحب اللي أنا محتاجاه في السن ده، وإن هو بالزبط كان حب طفولة. ولكن لقينا بقى ناس كتير ابتدت إن هي تحكي قصصها مع حب الطفولة واللي كانوا صحاب، والصور بقى كده اتملت على الفيسبوك بالأطفال دول وبعد ما كبروا وهم متجوزين. بص طبعا يعني الموضوع هنا لا حلو قوي، وأكيد طبعا يعني معظم الناس اللي برضو نشرت صورها على السوشيال ميديا وابتدت برضو هي كمان تشارك بعض الناس الصور بتاعتها من وهي صغيرة، أكيد ليها يعني طعم خاص عندهم طبعًا. شايفين حياتهم بقى من هم صغيرين كده حافظين بعض، دماغهم زي بعض، مش بس هم كدينا او زوجها، يعني بتكلم ان هو في الاخر خالص ان كل اتنين اتجوزوا دلوقتي اكيد حافظين بعض جدا وفاهمين بعض قوي. بس برضو السؤال بيطرح نفسه زي ما انت قلت يا نورة، يعني المشوار ما شاء الله يعني طويل شوية، وهنا اكيد برضو المشاعر ممكن متغيره شويه، احنا هنا في اعجاب، هنا ممكن الحب كان موجود في وقت المراهقه، هل هنا الحب اتغير؟ طب وقت النضج بتاعنا هل الحب هو ثابت؟ لما تعدي بكل المراحل دي كلها وفي الاخر خالص الحمد لله ربنا يكرم بالجواز، اعرف هنا ان ده لا حب يعني ان شاء الله حقيقي، يعني اللي هو ثابت ما شاء الله. هو على فكره انه ده ناس كتير قالته، انه رغم السنين دي كلها بيعدوا مع بعض بمشاكل كتير، العشره بتخليهم يفهموا بعض اكتر، بيقولوا انه لا المشاكل اللي حصلت والسنين دي كلها قوت علاقتنا ببعض وخلتها علاقة متينة، بالعكس ما فيش أي حاجة دلوقتي ممكن إن هي تيجي تهزها، على عكس إنه لو حد لسه يعرف حد من كام سنة. هم ما شاء الله عليهم يعني هم لايقين قوي على بعض، وهي عندها كاريزما فظيعة، فيعني ربنا يسعدهم. طب معانا سارة على التليفون. يا سارة. يا سارة. ألو، إزيك يا سارة؟ الحمد لله، إيه الأخبار؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. كله كويس؟ عاملين إيه؟ كله تمام الحمد لله. ما شاء الله صوتك يعني فيه بهجة كده جميل. ربنا يخليك. متجوزه حب الطفوله ولا ايه يا ساره؟ هو حب الجامعه، مش حب الطفوله قوي، بس هو حب الجامعه. اوكي، ده كان اول حب في حياتك ولا كان في حد قبل؟ هو كان اول حب في حياتي واول ارتباط في حياتي، والحمد لله يعني اتجوزنا بقى. طب الحمد لله. طب احكي لنا بقى، يعني احنا يعني برضو مرحله الجامعه حلوه جدا، احكي لنا عن الفتره دي، يعني برضو الحب فيها يعني والاعجاب بيبقى حلو جدا وكل حاجه، هل الحب والاعجاب استمر لحد النهارده معاكم برضو؟
بعد الجواز؟ الحمد لله. يعني بص، رغم ان احنا شخصيتنا اختلفت تماما عن شخصية زمان، احنا دلوقتي الحمد لله بقالنا تقريبا 11 سنة يعني ما شاء الله. مع بعض من اول ما ما شاء ارتبطنا. الله. بس يعني مع ذلك رغم ان الشخصيات اللي هي اختلفت او اللي هو نضجنا شوية، بس برضو اللي هو يعني عرفنا نتوافق في بعض الحاجات، فده برضو ساعدنا ان احنا نكمل بنفس القوة بتاعت زمان. الحمد لله. طب اتعاملتوا مع ده ازاي؟ يعني ناس كتير بتكون يعني لما بتعرف حد اول حب في حياتهم ويكملوا مع بعض بيكون عندهم شغف في مرحله سنيه معينه ان انا عايزه استكشف الحياه لوحدي، عايزه اعرف الدنيا فيها ايه، غير لما اكون بستكشفها وانا مع نفس الشخص هو من وقت طويل. فتعاملتوا مع ده ازاي؟ بصي، هي دي فعلا نقطة كويسة، بس هي اللي ساعدنا شوية ان احنا يعني رغم ان احنا الحمد لله علاقتنا ببعض قوية، بس كل واحد فينا مدي للتاني مساحة شخصية شوية ان هو يقدر يعني يستكشف فيها الدنيا. مش لازم كل حاجة نعملها مع بعض، ومش لازم كل الوقت يبقى رجلينا على رجل بعض. يمكن ده هو اللي شوية بيساعد الشخصين او بيساعدني يعني انا وعمر ان احنا نفضل عندنا نفس الشغف تجاه بعض، اللي هو انا بعمل حاجات لوحدي بس في نفس الوقت برجع احكي له وبرجع اشاركه التجارب اللي هي التجارب بتاعتي. فهو لو غير لما يكون معايا طول الوقت في كل حاجه، فساعتها شويه يعني ما اعرفش الصراحه لو ده حصل بالنسبه لاشخاص تانيه وده عاجبهم، بس انا بحس ان هو ممكن يبقى فيه نوع من انواع الزهق. غير لما انت يبقى عندك فعلا مساحه شويه ولو صغيره، بس يبقى مساحتك انت اللي انت بتعملي فيها حاجات لوحدك او بتستكشفي فيها الدنيا لوحدك. مهم قوي ده، صح. طيب قول لنا يا ساره، يعني ما شاء الله خلال بقى المشوار ده وال11 سنه دي، يعني شايفه ان الفتره دي ما حصلش فيها مثلا ممكن روتين، ملل شويه، روتين شويه، حصل فيها زي بيقولوا كده ايه اللي هو بيسموه الصمت العاطفي شويه، ما حدش بيتكلم مع التاني بشكل كبير. قول لنا يعني لو ده مريتوا بيه ازاي حلتوه؟ هو لو يعني بيبقى على حسب الشخصية، واللي هو على حسب كمان ان انت ازاي تلاقي حلول سريعة علشان خاطر تتغلب على ده. انا يعني بشخصيتي انا متكلمة اكتر بكتير منه، وهو يعني بيميل للصمت، بس انا طول الوقت بحاول الاقي حلول علشان هو يتكلم معايا يحكي لي زي ما بحكي له، انا ما بسكتش تقريبا. برافو عليكي. فلو لو حتى مرينا بده في وقت من الاوقات، واكيد طبعا مرينا بيه، بس اللي هو طول الوقت اللي هو يا اما بقى بتكسر روتين، يا اما سفريه خروجه معينه يعني بتثير موضوعات يعني ايه تقدر تكذب بيها اللي قدامك للنقاش، فهو دوت اللي بيدخله تاني في مود الكلام او بيدخله تاني في مود ان هو يحكي زي ما انت بتحكي وهكذا يعني. بس انا لا ما بسيبوش يعني، بفضل وراه لحد ما يتكلم. طيب يا ساره قولي لي برضو، انتوا من اول ما اتقابلتوا كنتوا صحاب ولا اللي هو حب كده من اول نظره؟ لا، هو صراحة لما شفته يعني أنا جذبني فيه شيء معين، هو كان مختلف تماما عن كل الولاد اللي أنا بقابلهم في الجامعة أو اللي متعارف عليه إن الولاد أول ما تشوف بنت اللي هي تروح بقى وتقف وتهزر بتاع، هو كان تقيل شوية، فهو دوت اللي جذبني ليه. ولكن رغم كده يعني أنا كنت اتشديت ليه، بس في نفس الوقت برضو بدأنا العلاقة اللي هي الصداقة لحد ما تعرفنا على بعض بشكل أكتر وعرفنا صفات بعض بشكل أكتر، وبعدين بدأنا الارتباط. هي كان حب من اول نظره بالنسبه لي، بس في نفس الوقت برضه قعدنا صداقه. طب كنتوا شبه بعض؟ يعني شخصيتكم شبه بعض ولا كنتوا مختلفين؟ لا، فينا حاجات من بعض وفينا حاجات مختلفه. يعني انا بشوف ان التشابه الجذري في كل حاجه ده برضه ما بيبقاش الطف حاجه، لان انت بتبقي محتاجه حد مختلف يكملك. بالظبط، يكملك يدخلك معاه العالم بتاعه، فتقدر ان انت يعني زي ما انت مثلا عندك العالم بتاعك، عندك البارتنر بتاعك يعني تقدر تشاركه في حاجاته، فساعتها ممكن مثلا تبقى متحمس او اللي هو تبقى بتعمل حاجات معاه من وقت للتاني، فده بيبقى لطيف نوعا ما. فلا، احنا مختلفين في شخصياتنا، مش متشابهين بدرجه كبيره، لكن في نقط مشتركه ما بيننا كتير. ربنا يخليكم لبعض يا ساره بجد والله. استنى، عايزه اسالها سؤال. طيب ايوه يا ساره، قولي لي بعد يعني اصل الموضوع مهم بالنسبه لي، بعد السنين دي كلها لما قررتوا ان انتوا خلاص هترتبطوا او هتتجوزوا، حد فيكم شخصيته اتغيرت تغير تام والتاني مش قوي، فهنا حسيتوا انه مشكله انه مش ده الشخص اللي انا حبيته؟
لا يعني الحمد لله، ويمكن ده من يعني اعتقد نعمه من ربنا حصلت معانا، ان احنا حتى لما شخصياتنا اتغيرت فاحنا قدرنا نتقابل في نقط مشتركه تانية. يعني انا مثلا مش انا ساره اللي هي من 11 سنه، ولا هو عمرو اللي من 11 سنه، بس مع ذلك قادرين ان احنا طول الوقت رغم ان شخصياتنا بتتغير نخلق نقط مشتركه تبقى هي يعني عمرو قابلها فيا او انا قابلها في عمرو وهكذا. فلا الحمد لله ده الحمد لله معانا. نورتينا يا ساره وربنا يسعدكم يا رب. ربنا يخليكي، شكرا جدا. باي باي. شكرا جدا ليك يا ساره. كلمونا يا جماعه اي حد برضو من وهو صغير كده كبرتوا مع بعض اتجوزتوا كلمونا قولوا لنا برضو القصه عامله ازاي. كان نفسنا والله حد يكلمنا. هنطلع فاصل خلاص بقى بجد والله يعني بس ما شاء الله عجبتني قصه ساره يعني ربنا يحفظكم يا ساره الله اكبر يعني ما شاء الله طبعا. بس في الاخر خالص هنا ساره بتعمل حاجه مهمه جدا يا جماعه للناس اللي ممكن هي ذكيه للناس اللي بتحس ان هي فعلا في روتين في حياتها، او اللي يقول لك ايه انا اتجوزت بس حياتي بقت ممله شويه او الحياه بقت هاديه شويه. اهم حاجه هنا ذكاء البنت، ومعلش لو احنا بنتكلم هنا الدور اكتر على البنت شويتين، ان هي تبقى عارفه ان هنا في مشكله وتعرف تحلها. وهنا عرفت تحل المشكله قبل ما تكبر او قبل ما يكون هنا عندنا فعلا في فجوه بيننا وبين بعض. فمن الذكاء سواء بقى من البنت اللي بشكل اكبر عليها او كمان من الراجل، يعني ان هو هنا اول ما يحس ان ابتدت الامور تهدى شويه يعرف ازاي يحييها من اول وجديد تاني، وديها برضو نفس الطعم والاحساس الجميل اللي هو فيه يعني الشغف الحلو ده اللي هو الواحد يعني. بس ده بيكون عارف اللي هو محتاج طاقه كده، محتاج انه العلاقه دي تكون انت واخد فيها يعني قدر محترم كده من العطاء اللي يخليك ان انت قادر طول الوقت ان انت تبقى بتحاول تجدد وعندك الطاقه دي. ايا كان بقى يا جماعه قصص حب من الطفوله، قصص حب وانتوا كبار، المهم انه الحب ده اكيد حاجه حلوه جدا واكيد من الحاجات اللي بتحلي الدنيا كده لو كنا مختارين صح.